سيدي الكريم، ألا ترى أن هذه العودة لازالت مبكرة؟ هناك تهديدان، تهديد من ناحية تهيئة هذه المباني بعد كمية القصف التي تلقتها من العدوان الإسرائيلي، وفي ذات الوقت أن هناك انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، ألا تجد أنه لازال باكرا وهناك خطورة؟ هذا صحيح، صحيح ما تقولينه صحيح. ولقد أوصت الحكومة اللبنانية ودولة رئيس مجلس الوزراء السكان بعدم التسرع بالعودة إلى مناطق لا تتوفر فيها حتى الآن شروط الأمان والسلام العام، خصوصا أن قسما من المناطق لا تزال تحت الاحتلال، والقسم الآخر شهد تدميرا كبيرا، وقد تكون هذه الأماكن تحتوي على قنابل لم تنفجر، وهذا ما قد يعرض أمن السكان للخطر. ولكن الشعب اللبناني هو شعب قوي، شعب متعلق بأرضه، وبالتالي لا يمكن لأي سبب أن يكون بعيدا عن أرضه، وبالتالي الناس سارعوا بالعودة إلى أماكنهم وإلى بيوتهم لتفقد أرزاقهم، وهنالك قسم كبير منهم قرروا العودة والمبيت ولو في العراء على أنقاض بيوتهم، مفضلين تقبيل تراب أرضهم على أن يبقوا في أماكن بعيدة عن ديارهم. نعم، وأنا أتحدث معك يعني سيد مروان، أنت محافظ مدينة بيروت، لابد أن نقف قليلا عند حجم الأضرار التي طالت بيروت ذاتها، كيف قيمتها؟ يعني الأضرار كبيرة جدا، لا أستطيع أن أعطي أرقاما تقييمية تقريبية، خصوصا في ضاحية بيروت الجنوبية وفي بعض شوارع مدينة بيروت، لا أستطيع أن أعطي أرقام دقيقة، ولكن الضرر كان ضرر مادي وكان ضرر معنوي وكان ضرر غير، هنالك أيضا أضرار غير مباشرة كثيرة لحقت بالبلد ناتجة عن أجواء الحرب وتوقف النشاط الاقتصادي، وبالتالي فقدان مئات الآلاف، آلاف العائلات لمعيلها أو لوظائفها، وبالتالي نحن بحاجة لوقت طويل حتى تستقر الأوضاع وتعود إلى سابق عهدها. نعم وأيضا سعادة، تفضل تفضل. أتوجه من هذا المنبر للدول الشقيقة التي وقفت إلى جانب لبنان في هذه الأيام العصيبة، ومن بينهم جمهورية مصر العربية. ولكن الآن التحدي الأكبر، انتهينا من الحرب وهنالك التحدي الأكبر الآن هو عملية إعادة الإعمار، عملية نقطة إعادة مهمة الإعمار. سعادة المحافظ.